فيلم Hold the Dark. تبدأ قصة الفيلم ويا رجال كبير بالعمر اسمه كروث، أو كان كروث عالم بعلوم الطبيعة وفصائل الذئاب، لكن بهذا الوقت هو كان متقاعد وعايش حياته بسلام أو بعيد عن كل شيء، أو أيضا بعيد عن كل المشاكل، ومكرس كل حياته للكتابة. وبيوم من الأيام وصلت رسالة من ولاية الأسكا، وهاي الرسالة من ابنية اسمها ميدورا، وهي طلبت منه المساعدة لأن كروث عنده خبرة أو فصائل الذئاب، أو قالت له إنه ابن بيل انخطف من قبل قطيعة من الذئاب صارت 3 أيام، أو أيضا قالت له أنه هاي الحالة مو أول مرة تصير عندنا، أو قبلها مرتين صارت، لكن ما حد قدر يسوي شيء كلها تخاف. فميدورا طلبت من كروث أنه يجي ويطارد القطيع لكونه خبير بيهن، أو كذلك طلبت منه أنه يرجع لها ابنها سواء كان ميت أو عايش، أو أيضا حتى يخلص القرية من الذئاب حتى ما تروح ضحايا أكثر بسببهن. وهنا كروث تأثر بكلام ميدورا، رغم أنه هو مو صائد ذئاب، لكن إنسانيته جبرته أنه يروح. وبعدها كروث حضر غراضه وحجز أول طائرة على الأسكا، أو كذلك هاي فرصة إله حتى يلتقي ببنته اللي عايشة هناك، واللي صار لفترة طويلة ما ملتقي بيها، أو كانت بنته تشتغل هناك واسمها إيمي، لذلك هو يروح ويساعد ميدورا. وكروث أول ما راح التقى بميدورا واستقبلته ببيتها، فكروث دخل بيت ميدورا وبدأ يتعرفون على بعض. أو ميدورا قالت له إنه أنا وابني عايشين وحدنا هنا، لأنه زوجي فيرن هو جندي بالجيش، وهو صار لفترة طويلة مراجع. وكروث سألها زوجك عنده خبر باللي صار؟ لكن ميدورا قالت له إنه أنا ما عندي القدرة على مود أصدمه بهيجي خبر، وهو حاليا موجود بالحرب يحتاج إلى دعم. فعلامات الحزن كانت مبينة عليها بسبب اللي صار لابنها، فكروث حاول إنه يواسيها ويخفف عليها الحزن، أو قال لها إنه أنا راح أحاول أرجع ابنك بأسرع وقت ممكن، وراح أبذل كل جهدي حتى ألقى الذئاب. أو ميدورا شكرت كروث وقالت له خلي أدلك على آخر مكان أتواجد بي بيلي، أو نعرف إنه بيلي ابنها. فميدورا أخذت كروث وشوفت المكان اللي كان موجود بيه ابنها قبل ما تخطف الذئاب، أو أيضا حكت له عن الأطفال الاثنين اللي انخطفوا قبل بيلي، أو قالت له إنه أهل القرية حاولوا يأمنون القرية حتى ما تصير عليهم هجمة من الذئاب، لكن كلها فشلت وابني انخطف. وهي أخذتها للمكان اللي خطفوا من عنده الطفلين حتى يصير عنده معلومات كافية، أو أيضا على مود يقدر يلقى ابنها بسهولة. أو بعد ما كروث وميدورا خلصوا جولتهم للتعرف على المكان، قرروا إنه يرجعون للبيت مرة ثانية على مود هو يرتاح من السفر، وثاني يوم يبدأ برحلته. وأثناء عودتهم للبيت كروث عرف إنه ميدورا ما تحب القرية أو ما تحب الناس اللي بيها، لكن هي مجبورة إنه تبقى هنا. فهي قالت له إنه أنا إذا ردت أريح مزاجي أروح لينابيع معزولة قريبة وهي مجاورة للقرية، وهناك تتغير نفسيتي وأصير أحسن. وهم لما رجعوا للبيت سهروا سوا، وكروث حكالها على بنت إيمي. فميدورا بهاي اللحظة اتصرفت تصرفات غريبة وحاولت تغري، لكن كروث قال إنه يجوز هاي بسبب حالتها النفسية، أو يمكن هي ما متقصده. فكروث جهز نفسه وطلع حتى يطارد الذئاب بعد ما ودع ميدورا. وأثناء ما هو دا يمشي بالشارع استوقفته أمرأة عجوز، وهي حذرته من شر ميدورا، أو قالت له أهرب بسرعة من هاي القرية، أو كذلك قالت له إنه ميدورا وحدة كذابة وشريرة. بس هو ما اهتم إلها وقال لها إنه ميدورا هي مو شريرة ولا كذابة، وهي فقد ابنها وداخلة بحالة حزن شديدة، وهو تركها وكمل طريقه، وهي كانت تحاول إنه تمنعه، لكن كل هذا بات بلا فائدة، وهي تركته يكمل طريقه. وهنا كروث وصل الغابة وبدأ يتبع آثار أقدام الذئاب، ومن خلال خبرته قدر بسهولة إنه يوصل للقطيع، وهو راقبهم من بعيد وحاول يشوف إذا جثة بيلي موجودة عندهم أو لا، لكن انصدم لما شاف إنه جثة بيلي ما موجودة، وإنه الذئاب جاي تأكل ببعضها، وإنه الذئاب مستحيل تأكل بعضها إلا إذا ما كان عندها أكل لفترة طويلة، وإنه لو كانت عندهم جثة بيلي مستحيل يخلصوها بهاي السرعة، أو أيضا مستحيل يوصلون لهاي الحالة ضمن هاي الأيام القليلة. فعرف كروث إنه أكو شيء غلط، وإنه الذئاب مستحيل يكون إلها علاقة بخطف بيلي، أو كذلك قال إنه الذئاب مستحيل تهاجم بنفس الطريقة الأكثر من مرة، وإذا هم خطفوا الطفلين السابقين فمستحيل يكونون هم اللي خطفوا بيلي. وأثناء ما كروث يحاول ينسحب من مكانه انزلق على الثلج والذئاب حسوا بيه، فحاولوا يهجمون عليه بسرعة، لكن هو بآخر لحظة قدر إنه يرفع سلاحه بوجههم، وكروث استخدم خبرته على مود يخوفهم ويبعدهم بدون ما يؤذيهم. أو بالفعل الذئاب بسرعة خافت وانسحبت، أو قبل ما الظلام يحل كروث رجع للبيت. أو باليوم الثاني يبدأ يحقق ويبحث بالموضوع، ولما وصل البيت بدأ يدور على ميدورا، لكن كل هذا بلا جدوى. أو فجأة وهو يحاول يبحث عنها شاف باب سرداب مفتوح، رغم إنه هو كان مقفل لما شافه أول يوم. فكروث بسبب فضوله قرر إنه ينزل ويشوف شنو موجود بالسرداب، وهنا هو انصدم لما شاف جثة بيلي موجودة داخل السرداب، أو كان آثار الخنق واضحة على جثة بيلي هو ميت. وكروث ما تحمل المنظر وطلع مرعوب من السرداب، وهو كان ينادي أهل القرية ويطلب المساعدة، وكل أهل القرية يطلعون ويشوفون
يعرفون شنو المشكلة، وهنا هم ينصدمون بالمنظر وكروث كان منهار من اللي شافه. أو بعدها الشرطة يجون ويأخذون بيلي، وهم أخذوا كروث حتى يحققون وياه. أو بعدها أخذوا بيلي للمشرحة، والمحقق اللي يكون اسمه دونالد حقق بالقضية. فكروث حكى له كل شيء وحتى الرسالة شوف الهي، وكان بصعوبة مسيطر على أعصابه. وهو قال للمحقق إنه أنا متأكد إنه ميدورا هي اللي قتلت ابنها بيلي، أو قال له إنه هاي الرسالة كانت جزء من خطتها، وحتى أنا ألقى الجثة وهي تهرب. فدونالد قال شنو السبب اللي يخليها هيك تقتل ابنها بهاي الطريقة البشعة. فكروث يرد عليه ويقول له إنه أنا قابلتها مرة واحدة وما أعرفها بشكل جيد، فأكيد ما أعرف شنو الدافع اللي خلاها تسوي هيك. فدونالد يقتنع بكلام كروث ويطلب منه إنه يبقى كم يوم بالأسكا حتى إذا احتاجوا شيء بالتحقيق يجي، أو قال له إنه تقدر تسافر بعد ما يخلص التحقيق. لكن كروث قال له أنا وين أبقى هاي الفترة. وهنا دونالد أخذه وأداه الفندق قريب على مود يقعد به أثناء فترة التحقيق. أو باليوم الثاني فيرن زوج ميدورا يعرف باللي صار، أو كذلك يعرف إنه ميدورا هي اللي قتلت ابنه. أو بعد ما سمع الخبر حجز أول طيارة وسافر للأسكا. وأول ما وصل التقى بصديقه جون اللي كان منتظره بالمطار. أو جون أخذ فيرن وراح مباشرة للمشرحة، أو هو شاف جثة ابنه أو كان مسيطر على أعصابه بطريقة غريبة. وهناك يكون أكو ضباط اثنين حاولوا أن يواسون فيرن، أو قال له إنه إحنا راح نبذل كل جهدنا على مود نلقي زوجتك ونسلمها للعدالة. لكن فجأة فيرن يسحب سلاحه ويقتل الضابط بدم بارد وبكل سهولة. فجون وفيرن يدخلون ويأخذون جثة بيلي من المشرحة ويروحون يدفنوا بمكان بعيد. أو فيرن يبدأ يبحث عن زوجته حتى ينتقم منها. وهنا فيرن يروح للبنية اللي حذرت كروث من ميدورا، ونعرف إنه هاي البنية هي سحارة وإنه هي تعرف أشياء هواية عن ميدورا وزوجها، وهو راد يعرف منها مكان زوجته. ولما هي عاندت وما قبلت تدليه قرر أن يقتلها بطريقة وحشية. وهسه نعرف أنه هو شخص سايكوباث ومجنون ومستحيل يتوقف قبل ما يلاقي زوجته. وباليوم الثاني دونالد يتوجه للمشرحة ويعرف باللي صار ويشوف جثث الضباط اللي انقتلوا، وأيضا الدكتور اللي كان موجود بالمشرحة انقتل. فعرف أنه بعد كل هاي الجرائم اللي صارت جثة بيلي فقط هي اللي اختفت، وبسهولة قدر يوصل للنتيجة وأنه كل اللي صار سواه فيرن. وأيضا من خلال التحقيق عرف أنه معيار الرصاص هو نفسه معيار الرصاص اللي موجود بمسدس جون صديق فيرن، وهذا يعني أنه فيرن هو اللي نفذ أو صديقه جون كان مشترك وياه. فدونالد قرر أنه يقبض على فيرن وجون قبل ما تصير جريمة أكبر. أو دونالد استدعى مجموعة كبيرة من القوات وتوجه البيت فيرن وميدورا. وبهاي الأثناء كروث كان يحاول أنه يحل اللغز ويوصل للسبب اللي خلى ميدورا تسوي هيجي، فهو تذكر المرأة العجوز اللي حذرته منها. وهنا هو عرف أنه هي تعرف ميدورا بشكل جيد، فصعد بسيارته وتوجه البيت المرأة حتى يتناقش وياها بخصوص ميدورا. لكن لما كروث وصل ودخل البيت انصدم لما شافها مقتولة، فطلع من البيت بسرعة مرعوب وطلع يطلب المساعدة. وبهاي اللحظة يشوف دونالد والقوات وصلوا البيت ميدورا. فدونالد بالبداية قرر انه يتفاوض وياهم حتى يسلمون نفسهم بدون مشاكل. او دونالد دق الباب او جون فتحه. فدونالد قال له انه انتم مشتبه بيكم بعدة جرائم، والافضل لكم انت وفيرن انه تسلمون نفسكم. وهنا المفاجأة هي انه جون اعترف ان هم سووا كل جرائم القتل، وايضا قال له انه فيرن مو موجود وهو راح يطارد زوجته. فدونالد طلب منه انه يسلم نفسه بدون مشاكل، لكن جون حكى وياه بصورة مو حلوة ابدا، او قال له انه اني مستحيل اسلم نفسي ولا انتوا راح تقدرون تاخذوني. او دونالد طلب من الجنود انه يتحضرون حتى يلقون القبض على جون بالقوة، لكن جون يفاجئهم ويصعد فوق البيت ويبدأ يطلق عليهم النار بصورة عشوائية وموت عدد كبير من الجنود، وما كان احد يقدر يوقفه ولا احد يقدر يصيبه برصاصة، الا انه دونالد تسلل للبيت وقدر يصعد ويطلق النار على جون ويتخلص منه. او بعدها نقلوا المصابين للمستشفى، ودونالد هو الوحيد اللي خرج سليم من بيناتهم. وبنفس الوقت فيرن كان مستمر بالبحث عن زوجته او كان يحاول انه يوصل لها باي وسيله. ففيرن راح لكل الاماكن اللي ممكن تتواجد بيها وهو سأل عنها، لكن ما كانت اكو نتيجه ايجابيه. او بعدها نشوف دونالد وكروث وهم كانوا يحاولون يحلون لغز ميدورا او قتلها لابنها، وكذلك لغز فيرن وجرائمه. فكروث قال لدونالد على الامراه الكبيره اللي لقاها مقتوله، وعرف ان اللي قتلها هو فيرن، او قال له انه فيرن ده يحاول يوصل لزوجته قبلنا. فهم حاولوا يربطون الاحداث ببعضها لكن ما وصلوا النتيجه. او دونالد حس بالاحباط وقال له انه انا محتاج اجازه ارتاح بيها، او قال له على اماكن هو يحبها. وهنا بسرعه كروث تذكر انه ميدورا تحب تروح للينابيع المعزوله القريبه من القريه وترتاح بيهن، فقال انه هي اكيد موجوده هناك لان ما حد راح يفكر انه هي هناك موجوده. وهم حددوا الينابيع القريبه وقرروا انه يروحون يقبضون عليها قبل ما فيرن يوصلها. وهنا فيرن فقد الامل انه يلقى زوجته لحد ما تذكر انه هم كانوا يروحون للينابيع يرتاحون بيها، او قال هي اكيد موجوده هناك. او باليوم الثاني دونالد وكروث اخذوا هليكوبتر وتوجهوا للينابيع،
وبعد ما وصلوا ونزلوا وبدأوا يتقربون بحذر من المنطقة لأنه ما يعرفون شنو اللي منتظرهم. وفجأة يجي سهم برقبة دونالد، وكلوث كان يحاول أنه ينقذه لكن للأسف هو يموت بسرعة. وهنا نعرف أنه فيرين هو اللي قتل دونالد، وكلوث حاول يتمالك نفسه وما ينهار، وهو حضر سلاحه وبدأ يطلق النار على فيرين، لكن فجأة فيرين اختفى وما كان إلى أي أثر. وبعدها كلوث دخل للينابيع بسرعة وشاف ميدورا موجودة، وكلوث حاول أنه يأخذ ميدورا ويطلع بسرعة، لكن دخل فيرين وضرب كلوث بسهم بصدره ووقعه، فكلوث ما مات وهو كان صاحي رغم إصابته. لكن الصدمة أنه فيرين ما قتل زوجته وهو أخذها وطلع، لكن قبل ما يطلع فيرين قال لكلوث أنه أنا راضي على اللي سوته زوجتي وأنه إحنا اثنيناتنا سايكوباث وإحنا مجانين ومتوحشين. وهنا كلوث وصل للحل اللغز وعرف أنه هي قتلت بيلي حتى تخلص من وحشيتها ووحشية أبوه، لذلك هم قتلوه حتى ما يصير مثلهم. وكلوث حاول أنه يطلع من الينابيع بصعوبة بسبب إصابته حتى يقدر يطلب المساعدة، وبدأ يحاول يطلع وبعدها فقد الوعي. ومن حسن الحظ يشوفوا ناس من أهل القرية فينقلوه للمستشفى حتى يتعالج. ولما صحى من الإصابة لقى بنته إيمي يمه وهو فرح بها كل شهواية، وهي كانت قلقة عليه فطلبت منه أنه يحكي لها اللي صار. وبالفعل هو بدأ يحكي لها بحماس عن المغامرة اللي عمره ما رح ينساها. أما فيرن وزوجته ميدورا فما حد لقاهم لأن هم الاثنين اختفوا. ولهنا تكون نهاية الفيلم.